بالنسبة للطعام المطهي اللي حضرتك ذكرتيه، للأسف احنا عندنا فكر في الأسرة المصرية ان الأكل يفضل موجود على البوتاجاز أو رف المطبخ، اللي جاي يغرف ياكل واللي بعده يجي يغرف ياكل. جميلة الفكرة دي، هنفضل ندخل ونتخرج من بالظبط الثلاجة. ده اللي بيكون تفسير، هنفضل نطلع وندخل الأكل ده، للأسف بيؤدي لفساد الأطعمة. بمجرد ما احنا بنتغدى اول مره ودرجه حراره الاواني بتهدى، يعني القصه دي بتاخد من ساعه لاتنين بالكتير، ببتدي افرغ الاطعمه في عبوات صالحه لحفظ الاطعمه، عبوات بلاستيكيه او زجاجيه، واحفظها في التلاجه. صلاحيه الحفظ في التلاجه، اللي عايز اقوله للساده المشاهدين ان التلاجه مش وسيله حفظ طويله الامد. يعني ايه؟ ما احطش الاكل وانساه بقى بالاسبوع وبالعشر ايام. الاكل المطهي في التلاجه، صلاحيته من 3 ل5 ايام. بعد كده بتبتدي تنمو بكتيريا غير مرئيه، ممكن ما تعمليش اي تغير في اللون او الطعم او المذاق او القوام، بس بتنمو وتتكاثر وبتتكيف وسط التلاجه مناسب ليها. ونيجي نتناول الطعام بعد اسبوع مثلا، بيحصل انواع التسمم الغذائي المختلفه، او اسبوع في التلاجه كتير برضه دكتوره، بتتساب في التلاجه كتير، هكتر عن 3 4 ايام مش هاكلها في الفتره دي، يبقى اغلفها تغليف كويس واحطها في الفريزر. لازم اتاكد ان درجه حراره التلاجه في فصل الصيف 4 مئوي او اقل،